على عيني يا بنتي اسيبك نايمه كده بس غصب عني الشغل يا بنتي. يا حاجه صباح الفل يا حاجه. روح النور يا ابني، ريح ثاني يا ابني، رايح الشغل يا اما. ربنا يكرمك يا ابني. والنبي يا اما البنت ياسمين نايمه فوق ببص عليها. والنبي يا حبيبي تسلمي لي يا اما. انت انا بوت انا مش كفايه جاي لي لا مؤاخذه متاخر وجاي كسلان كمان في ايه؟ على امه تزعلش، انت فطرت ولا لسه؟ لا لسه. انا بعمل ده كله عشان مصلحتك انت. خد روح هات لنا افطار وتعالى. شكرا. يلا حبيبي. مالو جاي يا حبيبتي؟ لو خدي بالك هخليه كده حالا. الله ينور يا اسطى. الله يبارك لك يا اسطى. تسلم لي يا حبيبي. انت عامل ايه؟ ايه ده؟ جه واحد تليفون بيرن يا اسطى. ده الحاجه مش عارف ده تعبان على طول كده شويه. الو ايوه يا حاجه. ايوه يا ابراهيم. ايه خير؟ بنتك تعبانه يا ابراهيم. الحق البنت تعبانه يا اسطى. بنتي مالها يا امه؟ يا بنت الكلب رقبتني عليكي ليه كده يا هي اللي قالت لي هي اللي قالت لك تعالي يا بنت الكلب اتفضلي